وينضم إلينا هاتفيا من رفح دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة. دكتور أشرف، بعد العدوان الإسرائيلي اليوم الأحد على مخيم المغازي وكذلك على خان يونس ومناطق أخرى في القطاع، ما هي أحدث حصيلة لديكم لعدد الشهداء والمصابين حتى الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتحدث عن أكثر من 70 شهيدا وصلوا حتى اللحظة إلى مستشفى شهداء الأقصى من المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في مخيم المغازي، ولا زالت الدفاع المدني وسيارات الإسعاف تقوم بمحاولة انتشال ما تبقى من الشهداء والجرحى. ويعتقد الموجودين في تلك المنطقة أن هذه المنطقة بها مئات من المواطنين والنازحين، وبالتالي ستكون الضحايا بأعداد كبيرة. نحن تحدثنا صباح اليوم عن أن الشهداء 21,424 شهيد قبل هذه المجزرة وقبل الأحداث التي دارت خلال اليوم، إضافة إلى 54,000 جريح، وبالتالي ستكون خلال هذا اليوم ستكون أعداد الشهداء تقارب 200 أو ما يزيد عن 200 شهيد خلال 24 ساعة الماضية، وبالتالي سترتفع حصيلة العدوان بشكل كبير. من اللافت أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بعملية مستمرة في المنطقة الوسطى، حيث أن هناك استهدافات مركزة في مناطق مختلفة من مخيمات المنطقة الوسطى، وهذا سيرفع عدد الشهداء والضحايا خلال الساعات القادمة، لأن المناطق في داخل المنطقة الوسطى مكتظة بالكامل، وهذه أكثر منطقة تكتظ فيها السكان في المنطقة الوسطى، وبالتالي الواقع سيكون مؤلما جدا خلال الساعات القادمة. والمهم الأكثر أن مستشفى شهداء الأقصى لا يمكن لها أن تستجيب لهذه الأعداد الكبيرة من المصابين والضحايا، خاصة وأن 70 شهيدا الآن ملقون في ساحة مستشفى شهداء الأقصى لأن ثلاجة الموتى ممتلئة عن بكرة أبيها، ونسبة الانشغال السريري في هذه المستشفى بلغت أكثر من 300%، وبالتالي الجرحى يفترشون الأرض والطواقم الطبية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذ بأدوات وإمكانيات ضئيلة ومتواضعة، وبالتالي سنفقد أعداد كبيرة أيضا من الجرحى نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية والسريرية والبشرية في مستشفى شهداء الأقصى. هذا ما يدفعنا دكتور أشرف إلى الحديث عن أوضاع المؤسسات الطبية في القطاع من شماله إلى جنوبه، ومدى قدرتها على استيعاب هذه الأعداد من الشهداء والمصابين. للأسف المنطقة الجنوبية كلها الآن في حالة انهيار مستمر في مستشفياتها، نسبة الانشغال السريري تتراوح ما بين 300 إلى 350 في مستشفيات جنوب قطاع غزة، عوضا عن شماله الذي فقدنا السيطرة تماما فيها لعدم وجود الخدمات الصحية بعد أن خرجت كل مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة، وبالتالي مستشفيات جنوب قطاع غزة الآن ممتلئة عن بكرة أبيها، لا يوجد سرير يمكن أن يستقبل جريحا واحدا من جرحى الاعتداءات الإسرائيلية والمجازر التي يرتكبها الاحتلال في كل مناطق قطاع غزة، وبالتالي الجرحى سيبقوا ينزفون حتى الموت في كافة مستشفيات جنوب قطاع غزة. نعم دكتور أشرف، التقرير الوارد عن معبر رفح أفاد اليوم الأحد بأن 70 شاحنة مساعدات دخلت إلى المعبر، وهو ما يدعونا إلى السؤال حول المساعدات الواردة إليكم ومدى كفاءتها وكفايتها بالنسبة للاحتياجات الموجودة. للأسف 70 شاحنة تدخل القطاع، هذه كانت تدخل قبل العدوان 700، وبالتالي إذا ما قلنا بعد العدوان الأصل أن يدخل أكثر من 1,000 شاحنة يوميا، وبالتالي دخول 70 شاحنة هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد لهذا الشعب أن يقوم بذاته من الناحية الدوائية أو الناحية المعيشية، يريد إبقاء مجاعة بين النازحين. لدينا ما يزيد عن 1,800,000 نازح في مراكز الإيواء،
تنحصر عندهم ويفتقرون إلى الماء والطعام والدواء، إضافة إلى المساعدات الطبية لا تصل إلى المستشفيات وفق أولويات وزارة الصحة، وبالتالي الاحتلال يريد إبقاء المنظومة الصحية في حالة انهيار، وبالتالي الاحتلال يستخدم المساعدات الطبية والمساعدات الإنسانية كأسلحة جديدة في يده للانقضاض على شعبنا، إما بالمجاعة والأمراض وإما بالقتل في داخل المستشفيات لعدم توفر الخدمات الصحية. الأطقم الطبية التابعة لكم دكتور أشرف وما تعانيه من نقص الإمكانيات وأيضا من المعاناة التي يرونها كل يوم، كيف تتعاملون معهم ويعني ما مدى قدرتهم على المضي قدما في عملهم والضلوع بهذه المهمة الصعبة؟ يعني كل التحية والتقدير لطواقمنا الطبية التي ما فتأت أن تغادر الميدان لحظة واحدة، وهي تقوم بعملها ليلا ونهارا. جزء من هذه الطواقم استشهد، 310 من الطواقم الطبية استشهد، 99 من الطواقم الطبية اعتقل، هناك 350 تم جرحه، هناك عدد كبير نزحوا من أماكن سكناهم، إضافة إلى أن عدد كبير منهم لازلنا نفقد الاتصال معهم لأنهم أبيدوا مع عوائلهم ولا ندري مصيرهم. وبالتالي للأسف الطواقم الطبية الآن باتت عاجزة عن تقديم خدماتها بالشكل الأمثل نتيجة عدم توفر الإمكانيات الطبية، ولكن الطواقم الطبية الآن تعمل كفدائيين في داخل المستشفيات لأنها تدرك تماما أنها الفاصل بين الحياة والموت لهؤلاء الجرحى. دكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كنت معنا هاتفيا من رفح، شكرا جزيلا لك.